الفلكي. اهلا بك عبد اللطيف. ايوه مرحبا مرحبا جميع المستمعين والمستمعات الكرام. بالفعل ففريق الجيش الملكي غيواجه فريق المولودية الوجدية. طبعا البداية فالإيقاع ما كانش يعني عادي بالنسبة لفريق الجيش الملكي. انا كنعرف بانه لعب مباراة نهار الحد مع على مستوى الذهب مع بافل، ولعب نهار الاربعاء مع شباب سوان، بعد سافر لفينا ولعب نهار السبت. نهار الاربعاء غادي يلعب، اذا انتبه بان الايقاع فمرتفع باش يدخل به فريق الجيش الملك. لا الى هذه يعني المدرب كان حبت يعني على هذا المعطى هذا، وقال بان البدايه ما غاش تكون سهله، وبالتالي كفريق يعني محترف الامكانيات ديالو، فكان مجد الجيش يعني لها الاجنده هذه اللي كتبان بان مزدحم. على اي فالفريق يعني الجيش حقق الاهم، وعاد بطاقه ديال التاهل مجموعه من الخلاصات اللي خرج بها فان دير بروك يعني في هذه المباريات الثلاث على مستوى يعني الافريقي. يعني خدا مجموعه من المعطيات لاعبين سواء اكيد كانت ايجابيات وسلبيات بالنسبه للفريق. يعني دونها المدرب فان دير بروك انا شفت حتى في المتابعه وتابع يعني الماتش خاصه المباراه ديال السوان، فكانت عنده يعني مجموعه من الملاحظات. وايضا على مستوى البطوله كما ذكرنا، فكانت يعني رغم الخساره فاللي كان شيء ايجابي هو انه اول شيء وقف على المستوى ديال مجموعه من اللاعبين اللي منهم جداد، يعني كالسبعاوني كالعلوشين يدخلوا في المنافسه، وهذا حتى اللاعبين الشباب اللي كان دخلهم اللي ناقصهم يعني ماتشات كالهناوي وكذلك ايت اورخان وعباد، ثلاثه فلعبوا تيتولير كونتر يعني السوال. وبالتالي فكانت مجموعه من الايجابيات رغم الخسارة، لكن ايجابيات بالنسبه للمدرب فان دير بروك. على اي كما ذكرتي ما تنظنش بان غتكون هناك مداوره، الجيش ما غيبغيش ايضا يخسر المباراه الثانيه. والشيء وثاني شيء ان مولوديه بجده فهو فريق يعني كنعرف بانه فريق جيد، وبالتالي كل ما عطيت غتخلي فان دير بروك انه يلعب يعني اللاعبين يعني الاساسيين وما يديرش ديك المداوره اللي كان دارها امام سوان. الفريق فهو رجع يعني في الصباح يعني البارح يعني رجع بعد ما كان جرى المباراه. الفريق فهو دار في الاشياء يعني التدريب خفيفه اليوم، ايضا غيدير تدريب لجميع اللاعبين، غيدخلوا يعني في التدريب يعني الخاصه اللي كتسمى الاستعداد ديال المباراه امام المولوديه. ايضا غدا الفريق غادي يسافر لوجده باش انه يدخل في مرحله ديال التركيز. عناصر كلها حاضره، كتبقى فقط الشكوك ديال زكريا فاتي اللي شفنا بانه خرج عنده اصابه عضليه قريبا ليزاديكتور، فنشوفوا يعني هاد اليومين هادي كيفاش غادي تكون الحاله الصحيه ديالو. نحس السعداوي ايضا مازال ما وقعش، ما شفناش السعداوي هو الوحيد تقريبا من الصفقات الجديده اللي مازال ما بانش. بالفعل الاصابه يعني ايوب لا على مستوى البطوله ولا حتى على مستوى الافريقي، الكل يعني كينتظر يعني الحضور ديالو، حتى هو تبقى ايوب ورقه مهمه يعني في الجهه اليمنى. يعني شفنا بان في البدايه ديال البطوله فشفنا بان فان دير بروك فهو كان يعني محتاج لجميع العناصر، لا الشابه لا الجديده لا الاساسيه، وبالتالي فنحس العداوه غتكون العوده ديالو غتعطي يعني ذاك النفس على مستوى الهجوم. على اي الاصابه هي اللي خلاته يغيب، شان وشان يعني في البدايه كان مفيد تا هو مصاب، ولكن المفيد فهو رجع السعداوي مازال ما خداش يعني ما بقاش على الحضور ديالو، بما يعني اللاعبين الجداد كلهم يعني شفناهم لعبوا، منهم اللي خدا الوقت كثير كان لاعب يعني العلوشي سبعاوني شفناهم دخلوا التشيلير، اللاعب ايمانويل يعني اللاعب اريانا لامبيرت، يعني مجموعه من العناصر الجديده اللي دخلات الشيبي يعني حتى هو يعني ولو انه الشيبي فهو عنده خبره وتجربه مع فريق الشيء اللي خلى لك يبان الشيبي بان من هذه الصفقات الجديده من البدايه بين المستوى ديالو يعني ما تاخر شويه. بالفعل الى الشيبي فهو بان يعني المهاجم يعني كان حديث عليه كثير، يعني مجموعه من التدخلات بالنسبه للاعب اريانا لامبيرت، منهم ان كان شويه ديال العتاب على اللاعبين ديالو لانه ما تيوصلوش كواري بزاف. لاعب يعني كما تيشوفوا المكون ديال فريق الملكي عنده الامكانيات ولكن ما كيوصلوش للكوت، ربما ان العوده مثلا ديال رايدا سليم في الطوب ديالو ممكن انه يزيد يعني يعطي هذا اللاعب هذا. ايمانويل يعني شفناه في المباراه ديال سنول في الواقع ما كانش في المستوى ديالو، يعني ما قدرش داك الشيء اللي منتظر منه. السبعاوني تيبان بانه لاعب جاي في الطريق، مولي العلوشي حتى هو محتاج يعني البعض المباشرين هذاك لو بليس يعني على مستوى الوسط الهجومي. هذه كلها يعني كلها افكار على اللاعبين الجدد، ولكن
غيبقى عليه الحكم بالنسبه للبلوس اللي غيعطيو للفريق الشمالكي سابق الاوان ديالو. كنعرفوا واخد شويه ديال الانسجام يعني لا مستوى الاجواء لا مستوى يعني المجموعه لا مستوى حتى مع المدرب فاندير. ولكن اللي كاين هو ان فريق الشمالكي غيلعب مباراه مجدائيه باش انه يحقق نتيجه ايجابيه، لانه ما غيكونش يعني حسب يعني المكونات ديال الفريق ما يكونش مسموح ان الفريق يعني يدير خساره ثاني، على الاقل يحاول يجيب نتيجه هزيمه كتعني صفر نقطه وهروب المتصدرين بست نقاط مع البدايه. وخاصه يعني الجيش ايوب يعني في هذا الموسم هذا راه يعني بالاهداف ديال انه يلعب ادوار طلائعيه يعني في البدايه ديال على مستوى البطوله، والخساره ديال النقاط فتخلي واحد شويه ديال الضغط على الفريق انه يكون على اللاعبين والطاقم التقني. اي غتكون مباراه قويه ايوب، مباراه اللي مهمه اللي كاين هو ان منتظرش ان فاندرو غيلعب بالماكسيموم ديال اللاعبين الاساسيين. غنشوفوا يعني كيفاش غيكون يعني رده الفعل ديال الفريق الشمالكي على مستوى البطوله امام فريق مولود الجديد بعد ما كان حجز البطاقه ديال التاهل ديالو في المنافسه الافريقيه. هذه اهم الاخبار ايوب اللي كتهم يعني شكرا جزيلا عبد اللطيف أبجا. والجيش الملكي نهزم المباراة الأولى في البطولة، ولكن حقه الأهم هو التأهل للدور الموالي في كوب دولاكاف، وبالتوفيق لهم أمام فريق القبيل الجزائري.